لا تتأخر كلمات أضعها اليوم بين أعينكم وبين أيديكم، هي تذكر عيوبي قبل عيوبكم وأخطائي قبل أخطائكم. لا تتأخر، فكم تقدم غيرك وأنت لا تزال واقفا مكانك. لا تتأخر، فكم تطور الآخرون وأنت لا تزال واقفا. لا تتأخر، فالعمر لا يعرفك والموت ليس عنده واسطة. الموت ليس عنده واسطة، وسيف الوقت لا يقدم دولة على دولة ولا أمة على أمة. لا تتأخر، هي كلمات تحرك الوجدان. راجع فيها حياتك وتأمل فيها مصيرك، وانظر بعين الأمل لحياة مليئة بالتسويف. كم دفنت من ميت لا تزال أنت منشغلا بأشغاله. كم انتقل من مدير أو فصل من وزير ولا يزال من بعده منشغلا بأعماله. كم في حياتك وفتوة شبابك من أعمال لا تزال وأنت هرم إلى الآن لم تقضيها ولم تنجزها. لا تتأخر، وأنت قد ودعت أيام اختبارات أيها الطالب، ورأيت الفرق بين من كان يؤجل ومن كان لا يؤجل. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب.